بداية نعزي أنفسنا ونعزي شعب البحرين ونعزي الأمة الإسلامية بهذا المصاب الجلل، ونلفت النظر إلى أن ما يحصل في أرض البحرين هو حلقة من سلسلة الظلم الممتدة حول الجزيرة العربية، في اليمن وفي سوريا وفي العراق وفي البحرين، في هذه الدول بشكل خاص وفي بعض الدول الإسلامية بشكل عام. ولكن البحرين لها ميزة خاصة، رغم أن اليمن الآن يقصف يوميا بالطائرات وبأحدث الصواريخ، ولكنني أرى أن القمع والظلم والإجرام الذي يحصل في دولة البحرين هو أفظع وأكثر مما يحصل في اليمن. على الأقل في اليمن لا زالت هناك مساحات شاسعة وقبائل كثيرة وجبال وأماكن يستطيع المواطنون الالتجاء إليها بعيدا عن ساحات المعارك، ولكن في البحرين اجتمعت كل عوامل الظلم ضد شعب مشهور بالسلمية والطيبة وعدم انجراره للعنف. للأسف بات واضحا أن النظام البحريني قد فقد البصيرة وبدأ ينهج النهج الدموي تعبيرا عن إفلاسه وعن افتضاح أمره ومحاولة لمعاقبة الشعب البحريني لثورته المستمرة طيلة 6 سنوات مع انعدام عوامل البقاء. فلا مساحة جغرافية كبيرة ولا مدد من الخارج ولا بلدان مفتوحة على البلد حتى يستطيع مثلا من يهربون من النظام أن يلجأوا هنا أو هناك، ولكنهم محاصرون، العدو من أمامكم والبحر من ورائكم. بات واضحا أن هذا النظام مفلس تماما. مسألة تحرير السجناء في الأسبوع الماضي من سجن جو شكلت ضربة قاسمة لهذا النظام، أثبتت له أن منظومته الأمنية مخترقة، أن التعاطف بين الشعب يعني حلقة أو عفوا سلسلة لا تنقطع، فمهما أمعن في إجرامه لابد أن يكون هناك ثغرة في جدار الصمت. فصب جام غضبه منتقما مرعبا، أراد أن يوصل بعض الرسائل عبر إعدام 3 من الشباب الأبرياء الذين لم يستطع أن يقنع العالم بأنهم مجرمون. منظمة العفو الدولية تقول انتزعت الاعترافات تحت التعذيب، منظمة Human Rights Watch تقول لم تمتلك المحكمة معايير النزاهة الكاملة، المدرسة التي يشتغل فيها الأستاذ عباس المرحوم عباس تقول أنه كان متواجدا أثناء ارتكاب الجريمة. إذا لا يوجد أي مؤشر يدعم ما حاول النظام أن يقنع العالم به أن هؤلاء مجرمون. ولكن الإعدام في هذا الوقت، في الوقت الذي العالم العربي الآن يشهد توترا طائفيا شديدا، يعتبر صبا على الزيت، ولكن النظام اندفع في هذا الاتجاه دليل على الحنق والغيظ والإفلاس في آن معا. لا نمتلك إلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرحم الشهداء الأبرار، وأن يكون مع شعب البحرين ذلك الشعب المظلوم. ومن هنا أحب أن أقول أنا تعرفت على البحرينيين هنا في لندن وشهادتي فيهم مجروحة، فأينما يممت وجهي وجدت شبابا متعاونون طيبون خلوقون مؤدبون، الهدوء سمتهم، أتوا بها من بلدهم وبالتالي ثورتهم هي كذلك.
ثورة سلمية يعني بالكامل، ولكن أمامها نظام إجرامي مدعوم من ذلك النظام السعودي الذي يعتبر البحرين مقاطعة خاصة به، وبالتالي البحرين واليمن في نفس دائرة الاستهداف من نفس العدو وبشكل مباشر. فالجندي السعودي موجود هنا وموجود هنا، يخطط هنا ويخطط هناك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مع هذا الشعب المظلوم، وأن ينصره على الطغاة، وأن يمن برحمته على شهدائنا الأبرار في كل مكان.